انا ناقصه كي داير لاباس. خوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم ومرحبا بكم دائما، وتحياتي لكم، تحياتي لجميع المشاهدين من داخل الوطن وخارج الوطن ومن كل الدول العربية الشقيقة. وحاليا راني متواجد في حي عين السلطان. اليوم السبت الساعة 8 صباحا، وغادي ان شاء الله اليوم ندير بكم جولة للجهة ديال الحرشة بحي التقدم قرب حي سيدي سليمان. كما راكم تشوفوا معايا في الصورة، هذا جبل ديال الحرشة قريب لحي عين السلطان، وغادي ان شاء الله نطلع من تما باش نمشي لحي التقدم، ندير بكم جولة خفيفة ظريفة ان شاء الله، وبقوا معايا حتى الاخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم. اليوم خوتي خواتاتي، غادي ان شاء الله ندير بكم واحد الجولة خفيفة ظريفة في الجهة ديال حي التقدم، بالضبط الحرشة. كما شفتوا فت على الحرشة من يمين تحت طلعت، غادي نزيد من الفوق عاوتاني. المهم نطلع حتى لسانطاج تاع الماء، وغادي نركب على الحي ديال التقدم من تما، غادي نشارك معكم الاجواء تما، نصور لكم تما الحي، وبقاو معايا حتى الاخر فيديو ان شاء الله دائما الجديد. وديروا لايك بارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الفيديو طلبوا بيا واحد الاخ متتبع في القناه، نوجه له الف تحيه وسلام، ونوجه الف تحيه وسلام لجميع المتتبعين من داخل الوطن وخارج الوطن ومن كل الدول العربية الشقيقة، وحفظكم الله وبارك الله فيكم. المهم غادي نمشي نكمل الطريق ديالي منا باش ان شاء الله نصوركم حي التقدم. بقاو معايا حتى الاخير فيديو. خوتي خواتاتي، كما شفتو من جهة الحرشة، هاد الحرشة جات عالية بزاف، كاينة في بركان. المهم غادي نطلع حتى داك السانطاج اللي راكم تشوفوه، وموراه غادي نتلاقى تما حي التقدم، غادي نصور لكم ان شاء الله تما، نشارك معكم الاجواء. المهم هاد الجولة صباحية، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. طلعت الفوق كاع، طلعت الفوق حتى السانطاج تاع الما، هاهو السانطاج تاع الما. المهم هاد البلاصة أنا من صغري تعجبني نجي لها، نبغي ندير رياضة هكا في الصبح، تعجبني ندير رياضة، بدا بها رياضة، بها مسارية، بها جولة، بها رياضة. وهذا النهار عندنا الجو مشمس. المهم راني طلعت الفوق حيت عالية بزاف، مع من هذا الاتجاه كاين الضبابة، وخا نصور لكم هذا الشيء خرج ناقص. مرة أخرى إن شاء الله نجي مر 12.
يكون صحة ان شاء الله. ونصوركم الجهة من الاتجاه ديال، صورت لكم قبل بزاف، درت لي فيديوهات بزاف. كما قلت لكم هذا النهار عندنا الجو مشمس، السماء شويه مغيمه كما راكم تشوفوا. ايوا راني طلعت الفوق، راني وصلت السطح كما نقولوا، القمه ديال الحرشه فوق كاع. كان موراها الغابه، هي الغابه، وكاين السانتاج تاع الماء. هو بالنسبه للناس ديال بركان يعرفوا هاد الحرشه بزاف، وبطبيعه الحال السكان ديال سيدي سليمان وحي التقدم، يعني قراب لهاد الحرشه، جايين موراها، الحي ديالهم جاي موراها. المهم غادي ننزل لتحت نصور لكم شويه الاجواء تما ديال الغابه، وغادي نصور لكم حي التقدم ان شاء الله. من هذا الاتجاه الجبال ديال بني زناسن، جبل سيدي عبد العزيز فين كنت نمشي من قبل، وإفرين يعقوب طريق سكزل. المهم كاع بهذا الاتجاه اللي راني نصور لكم، ومن هنايا سيدي سليمان طريق تزاغين. المهم راني الفوق كاع بركان كامل يبان من الحرشة. غادي نحاول ما امكن باش نصور لكم مشاهد اخرى. هذيك الطريق ديال الطريق اللي داروها على جنب واد شراعه هيك كتوصل حتى لطريق زبزل وطريق الناظور، هي من فوق الطريق. ان شاء الله نوعدكم مره اخرى تكون يكون الجو زين، يكون الجو صافي، حيت اليوم كاين واحد شويه ديال الضبابه بحال التصوير جا شويه مضبوط. المهم ونولي ان شاء الله ندير لكم واحد الجوله هنايا تكون جو. المهم هذا الاتجاه كامل سيدي سليمان، أبو عياد، الحرشة، بالضبط كاين تحت حي التقدم، كاين سيدي سليمان كما من زمان ما جيتش هنايا. هادي مود داك نطلع غير تحت، ما كنتش نزيد هنا الفوق كاع في القيمة، ولكن زمان هذا هو حي التقدم، راني نصور لكم.
من جهة اللي أنفاس لهذا الحرشة. المهم هو جاي في بالضبط في الحرشة للتقدم. المهم باش غادي ندخل لداخل الحي كاين عندهم زناقي صغار راكم عارف مع الدرب فيه، ما كانش يعني المساحة باش غادي نقدر نصور ونشد كلش. ايوا حاولت باش نصور بهالطريقة الطريقة هذه الفصادات حسن داخل في الدرب شوية صعب باش نصور. هذه الغابة وهذا حي بوعياد، هذاك الجامع اللي ها حي بوعياد. وعلى جنب حي بوعياد سيدي سليمان، سيدي سليمان القديمة. والحرشان النايا، حرشان من هذا الاتجاه في التقدم.